إياكم والإنجاب. كيف ذلك؟ وإن كان لابد فقرأوا هذا الكتاب. كيف ذلك إياكم والإنجاب؟ نعم طبعا إياكم والإنجاب، لأن الإنجاب الزواج في أصله ليس خطوة أولى في حياة الإنسان. الله أوجدنا مستخلفين عشان نعبده، ما أوجدنا مستخلفين عشان نتزوج. طيب الزواج يا خليل، الزواج جاء خطوة ثانية عشان يعزز في قدرتك على بناء الإنسان وبناء الحضارة وبناء الدول وبناء المجتمعات. إذا ما عندك القدرة لا تمتلك الأدوات، لذلك شوف ربنا يوقع في القرآن بآية عظيمة ولا يكلف الله نفسا إلا لا. شوف الآية الثانية، برافو، أنا كنت بدي إياك تقول هاي الآية. هذه الناس حافظينها. تعال على الآية الثانية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. شو يعني ما آتاها؟ أنت تشتغل في التكليف ضمن الأدوات اللي تمتلكها. يعني معقول واحد لا يتقن الظهور أمام الكاميرا، واحد لا يتقن يعني بناء الحرف والكلمة، نقول جيبوا مذيع لأنه وراه فلان؟ لا، في نهاية المطاف أنت بدك تخاطب الناس. فإذا أنت لا تمتلك أدوات الإعلام لا تطلع عليه. صحيح. هذه واحدة. إذا لذلك أنت لا تمتلك أدوات التربية، يعني بالله عليك واحد هو مرته يشتغل للساعة 5-6 مساء، ينفع هذول يخلفوا 3-4؟ واحد ما يعرف يتفاهموا زوجته ينفع يجيبوا أولاد؟ اصبروا، طب ربوا بعض عشان تقدر تربوا عيالكم. اذا التنظيم يعني انت ذكرت او بس هدفك. استني شوي. نعم. لا استني اصبري، لا بلاش، خلي عشان ما نفوت بكلمة تنظيم ولا تحديد. نعم. هو تحديد اذا ما كان عندهم القدرة المطلقة، يعني واحد طول نهاره مسافر، يعني واحد من دولة لدولة، يا دوب يقدر يلتقي بزوجته مثلا بالسنة 3-4 ايام، هذا نقول له خلف؟ يقول لك عشان تتسلى. طب والولد؟ نعم. اول امثال يطلعوا علينا فيها، اول ما تتزوج تقولها امها وقرباتها خلفي عشان ثبتيه تمسكيه تربطيه. والله ما حدا يربطه. كمان شو دخل الولد؟ يعني اذا انتم هدفكم من الانجاب ان نربط الزلمه ولا طب شو دخل هذا الولد ان يعيش في هذه البيئه؟ او يكونوا اثنين مثلا يجوني كثير على مكاتب لهم متزوجين مثلا 15 سنه وعندهم 5-6 اولاد، من متى عندكم مشاكل؟ والله من 12 سنه. طب ليه مخلفين 4-5؟ ما احنا توقعنا وجود الاولاد شو يعمل؟ يحسن. غلط، هذا الكلام خرافات. طب مش مخالف للشريعه هذا الكلام؟ برافو، برضو هذا سؤال عظيم، برافو. يعني انا قلت وقعتي ورطه اليوم، خليني ادير بالي. شوفي صح، مخالف للشريعة متى؟ نعم. لما أنا يكون أمتلك الوقت المناسب وأمتلك أدوات التربية المناسبة والحياة جميلة. صح، وهنا أنا ما بدي أخلف عشان ما تخرب صحتها، عشان تقول لك ما هي إذا خلفت وحملت يخرب جسدها ويترهل وهذا الكلام. لا، هنا غلط أو مخالف. إذا عندهم القدرة وعندهم وقت وكذا بس هم ما بدهم يخلفوا بس من باب يعني برستيجهم قدام المجتمع، هنا غلط ومخالف للشريعة. بس متى الشريعة نفسها التي قالت لنا إني مباهن بكم الأمم؟ نفس الشريعة قالت غثاءك غثاء السيل. أنا شو ودي فيك؟ عندك 10 عيال طول نهارهم يا مودي لك على مكافحة المخدرات يا طول نهارك بالمغافر. شو استفدنا من هذه الخلفة؟ إن ومن أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف بده يكون عدو لك؟ أنت صنعت عدو. لذلك لما رب العالمين وقع في قرآنه رب ارحمهما إيش؟ كما ربياني. طب إذا ما ربياني؟ نعم. هنطلي واحد وإني المال والبنون زينة الحياة، وهي زينة بس بدك تعملها زينة، وأنت بدك تشتغل عليها تكون زينة. لازم يعني يكون عنده القدرة منشان يخلقهم كزينة، عشان يعملها زينة. برافو. نعم. بس في ناس يجيبهم يصيروا كارثة عليه. قديش بالله عليكم مرات من الناس اللي نقعد معهم يقول يدعي على عياله؟ قديش نلتقي بشباب يقول لك ريت أبوي ما خلفني، أي هذا أبو هذا مجرم. يا حبايبنا معقول يوم من الأيام يحكوا هيك؟ عشان نشتغل عشان ما يحكوا. طبعا. بدنا نجتهد عشان ما ينقال عادي. ودائما يقول لك هي يعني هم ظل شجرة تظلل فيها، بس مرات تكون شجرة شوك، مرات تكون هذه الشجرة أبدا غصان كلها يابسة، الشمس تفوت عليك والشتاء يفوت عليك ما تقدر تظلل فيها. فنقول لهم لا ديروا بالكم، في علم في الموضوع، في أدوات نمتلكها، في أشياء. تفضلي. طبعا لازم لازم نقرأ. تماما، في أدوات نمتلكها عشان نعلم أولادنا. أنت لما تشتري غسالة ولا ثلاجة ولا سيارة جديدة، تمام، ما بدك تسأل اللي باعك إياها ولا تشوف الكتالوج وتقول له إيش فيه، كيف تشتغل، كيف تروح الجلاية. لما تجيب جلاية مش بدك تعرف متى شو كمية تحط فيها، شو الأدوات تحطها، وهي جلاية عشان ما تخرب. نفس الشيء أولادنا، بدنا كتالوج، والكتالوج عند المختصين. نعم. الكتالوج نحكي كيف نتعامل معهم. المراهق مثلا قديش نلاقي مشاكل الناس في المراهقين، وانتم تستضيفوا كثير خبراء واخصائيين اساتذتنا وافضل مني بمسيره بالاف الاشواط، هذول الخبراء يقول لك والله مشاكلنا مع المراهقين لانك ما عدت صح، هي مرحله زي الطفوله. طب هلا زمان ما كان في يعني هذا النسبه من الطلاق او هاي المشاكل، اليوم عم نشوفها عم بتزيد. يعني صار الجيل هذا نحكي عنه انه مش مؤهلين ليفتحوا بيت او يكونوا اسره. بالضبط، هو مو مؤهل لانه لم يؤهل. هسا انا عندي قاعده تقول كل جيل افضل من اللي قبله. نعم. يعني كل ما يجي حدا
أحسن اللي قبله، ما في إشي اسمه سق الله أيام زمان أبدا. هذه الكلمة غير صحيحة تماما. لكن نقول كالآتي، الأجيال اللي أجت بها أدوات ندربها عليها. الآن السوشيال ميديا الدنيا انفتحت على بعضها. قبل بهالزمانات كان أبوي الله يرحمه عنده التليفون الأرضي وجلس باب الدار. مين يقدر واحد من أصحابي يجي علي يدق على جرس الدار أو التليفون الأرضي؟ وإذا أبوي قال ما حد يرد على التليفون ويرن، لو ضل يرن 10,000 مرة ما حد يصيبه. طب الآن تفضلوا، الآن أنت قاعد مع ابنك تنصح وتوعظه ماسك التليفون ويقول لك استنى ما تخلص هالمحاضرة، أنا تخلص خطبة هالجمعة. الأدوات اختلفت، فبدأت تختلف الطريقة عمل فيها مع أولادي. الدنيا اختلفت بشكل عجيب، فنطور أدواتنا. بطل في إشي اسمه ضرب الآن، بطل في إشي اسمه تصرخ بابنك. لازم تصاحبه، لازم كتفك على كتفه تناقش أنت وياه، تعطيه مساحة للخطأ. لازم نرجع نتناقش إحنا وياهم. بلاش أضرب لكم مثال، وهذا أنا طرحته في كتابي، عالجت فيه أكثر من 150 قضية وعلى طريقة الفلاشات. يعني ما كان اسمع دكتور يقولوا لي تدخل، أقول لهم أنا خايف. لا أبداً أبداً. لا هو بسام صفر الكتاب. انا سعيد فيكم ابدا. هم يقولوا تدخل اسال سؤال. لا اسالني ابدا. لا اسمح انا اسف، تسمح لي لا والله ابدا. توجان بتقول يعني في كثير اسماء، ليش اخترت هذا الاسم اياكم والانجاب؟ اسم يعني للوهله الاولى انه يا جماعه لا تخلفوا. نعم ببساطه. وهو كذلك أبداً. هو كذلك اذا ما انت قاعد ما تقدر تسوق السياره لا تجيبها. واحد يداين سياره على البنك كويس راتبه كله 500 دينار ويشتري سياره قسطها 350 دينار، بالله عليك هذا تقول له اشتري سيارة؟ لا، تقول له إياك وشراء السيارة. ليه؟ لأنك لا تمتلك القدرة أنك تحط فيها بنزين يا رجل. ما احنا شايفين الوضع، تقدرها تحط فيها بنزين وتروح فيها للبحر الميت والعقبة. إذا نقول بس دائما بيقول يا دكتور كمان المقاطعة يقول لك الولد رزقته معه. صح. كيف؟ ما هو هذا الكلام مثل أول إشي، هو ليس حديث. أقول لك مثل اثنين يعني. إحنا لا ننكر إنه في السماء رزقكم وما توعدون. نعم. ولكن هل هذا الرزق أنت تمتلك الأدوات عشان تشتغل عليه؟ تذكر في سورة آل عمران بغزوة أحد لما خسروا المسلمين سماها القرآن مصيبة، فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. ليش والرسول معهم؟ لأنك ما أخذت بالأسباب، ما أخذت بأدوات الشغل عشان تنتصر في المعركة. ونفس الشيء ترى علاقتنا مع أولادنا الآن هي عبارة تربيتنا لهم معركة.